معلم سالم صباح الفل جنى اسيوب سواد سويس معلم سالم رجالة صهاي تم عرفنا معلم ورجالة أسود البداري حكي مصطفى وجنة ودشنا الدنيا بحالة عرفنا من فوق تمام هنا شعرنا بيه كتير تكسب دليل تكسب السمعة وعشرين محافظة الله يبارك لك معلم سالم كازيون على يا معلم كازيون خش من حاجة فعل مين حاجي مصطفى معلم سالم زعلك في حياة حد زعلك في أي حياة يا معلم يا رجالة وانت معاهم حبيبي يا معلم معلم سالم يا عم انت سهل المعلم سالم اجدع عيل في الجماهير ايه عرف عرسنا يا معلم ايه دي من ضمه وانت منين يا عم انت حبيبي وانت من السويس من السويس يعني انت طيب ده من جنه عمك حاج انت من جنه السو وانت من ده برضه على راسنا معلم سالم الدنيا بحالها بص يا معلم عايبك اي عرضه بعتولي ايه عايبك اي عرضه بعتولي حول على البوسطه بعتولك يا معلم حبيبي يا حاجي سالم بحييك والله يا معلم سالم يا رجاله فضل ربنا انبرت السلات مسرحه مين الحاج احمد ابو الحاج كل سنه مالح يا رجاله فانا النهارده نقدم لكم سعر وسلعه رجاله السويس رجاله السويس هم تمام عرض الرجاله متحمل ايه كل السلام انا حبك يا رجاله ما شاء الله تبارك الله اي حد طلب اي عرض يا معلم انت زعلان كده يا عم انت بتعصب يا عم انت على دماغك طب صلي على سيدنا النبي يا عم انا بتكلم العلني والله ما نقدر نزعلك والله العظيم والله ما نقدر نزعلك والله هنديك اللي انت عايزه وانا خدامينك يا عم يا عم خد اللي انت عايزه سيب على الله سويس مع الف سلامه عم الحاج انت سامع مش شيء اسعدني اسعدني اللي انت عايزه يا عم غدو يا عم انت بتاع السور بمنت الله المعلم سام زعلك في حياه يا عم خليك في العمل الرسمي معلم سام دفريل انت بتاخد ايه هتاخد عرض بقر عرض العجول يا معلم معلم صباح الفل كده حبيبي حق سالم يا معلم سالم ايه يا عم الشرف ايه يا عم انت الشرف الحته دي يا باشا بكام ان شاء الله ب 18 ونص دي بكام 18 ونص ده اجلي براون سويس دي اه تشرف فيه ربنا يبارك يا ابني ربنا يبارك لك انا مرضك اتنين دولار بقى انا دي ده بطلع انت حلو بس قلبك كده كلامه حلو خليه اشتري اصبر بعد اذنك عم سالم رجاله كده في الصراحه بالنبي رجاله ما تزعلوش يا معلم سالم ما تزعلوش ما تزعلوش يا معلم سالم والله ما تزعلوا ايه ايه مين ده يا عم انت على راسي يا عم معلم سام زعلك والله وكين يعني وديل زي العرض ولا قال ايه يعني ايه يا معلم يا عم انت على دماغنا يا عم يا عم والله ما نقدر ما اشوفك زعلان انت خد زي العرض ايه يا عم انت على دماغنا يا عم حبيبي يا عم انت على دماغنا رقم تليفونك 0 10 2 2 4 2006 هاي مصطفى معاد البداري عندي حد بتاع بداري بتاع الغنايم مثلوا علينا بس ورقم تليفونه اهو والدنيا بحالها عرفت حبيبي حاج سالم معاد ومرجع حاج حبيبي حاج سالم الشرقيه والتجاهليه والغربيه والمصريه والدنيا بحالها الدنيا بخير هنا ايه ودي بتاع خيمه دي الدنيا بيه لا 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 الدنيا بيه
مش ماله حال يا معلم كده حضرتك مش بالجد دي الرابعه يا سالم ايه ده حبيبي احمد سالم لجوز الحلب حبيبي يا معلم سالم الراجل ده عسل والله يا معلم سالم انت راجل حلو والله يا عم رقم تليفونك يا عم سالم رجاله بصلحه كامله متكامله رجاله خليكوا اهو شغال بار شغال يعني انت نفسك فيه موجود ما شاء الله تبارك الله خليك معنا شويه انت خليك معنا يا عم انت يا معلم صالح سبع الفل سبع الفل يا معلم يا معلم سالم ما تزعلش حد حق سالم شاري ستة كمان ايه؟ شاري ستة وعايز كمان يعني شاري ستة يا معلم عندك بام؟ معلم ابراهيم سبعة الفل طب والعقل زي كمية حاجة برما توفرها له؟ زيرو 12 لا معلم برا مرة برا اللي عايز اللي عايز اسس مزرعه اسس مزرعه يا ابراهيم زيرو 12 2 0 0 4 1 9 زي مشاركه من البقر بيبدا من كام البقر بيبدا من كام البقر بيبدا والدقر باري الجاموس واللي عايز يا جاموس اي حد ده طلباته عايز تخش في عرض معلم سالم على الرجاله معايا راجل برضو هنا يا جماعه برضو من منوفيه بجامعه قصاله بكام اتنين دول حق صالح 28000 طب اللي عايزهم دلوقتي يرن عليا رقم تليفونك 012 2 00 4 1 9 0 1 مزرعة الحكاية على الرجالة ما شاء الله تبارك الله عم الحاج احمد العمدة اصلا صباح الفل عم الحاج احمد صباح الفل ما شاء الله تبارك الله جماعة واخدوا ايه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله تبارك الله رجالة اي حد عايز عرض معلم سالم على طول تمام بكم ده معلم صالح رجاله بكم ده معلم صالح الزوم يا زياد بكم ده معلم على بكم دي واحده بكم دي اه دي معلم ابراهيم كم دي 14500 دي 14500 14 ونص ودي يا عم 17000 معلم بكم 17 17000 جنيه معلم سالم رقم تليفونك 010 يا عم 010 14 88 45 ناس بتحك بان على البس حق سالم عليس طب اللي عايز جاموس باري اي بقدر نوفر عندي اي عدد تمام المزرعه معاك مفتوحه 24 ساعه 24 ساعه مفتوح كل ساعه عندي زباين تمام كل ساعه عندي كتير ومبارى العرض عليه الصلاه والسلام سوق بلدنا مستقر اموال تمام صلى ستنا تايتين يا عم عبد 28000 28000 جنيه عايز اروح اسوايت ماشي جيرك يا ماشي قلت ماشي الحولهم لك دلوقتي ماشي قلت ماشي عيد جبران سوس الرجاله دي لو ناس عند دفع عم عبد دين تمام يبقى احنا كده من 25 دي بس هنا في مرض الله خالد من على تعالى حبيبي ليس بيور تمام من حقيقة حق سلم والله 150 حق سالم يعمل لك بس وخلاص ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله يا عم عبده يا معلم نمالو لا ده بس معايا وصلوا منين يا عم الساوند ده والصورته يا عم ده صورت يا عم طب شو عم سامع عزيز ايه بس انا انت عايز حاجه حق سامي ايه تمام تحت العزيمه معانا عادي فتح رجعت فسر على سيدنا النبي كده عليه الصلاه والسلام طالب اي كميه عم
حبي حق صالح ما شاء الله تبارك الله معلم صالح علي صلي طب سو هنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله حبي حق صالح يعني انت نفسك فيه موجود عم الحاج يا عم بتاع السويس يا عم بتاع السويس معلم سامز عليك في حياه لا يا مزعل الله معلم سالم اجدع واحد في المنوفي يعني عمل لك كرم عمل لي كرم وتمام التمام والله انت من جينا طبعا جينا يعني انت قاعد في السويس بس انت انت من جينا اصلا الله انت وشك سمع صباح الخير عليك ونهارك ابيض بالصلاة على سيدنا النبي انت خدت ايه خد خمس حتات ايه اهو رجاله خمس حتات امه سويس رجاله امه هو من جاي رجاله الراجل ده طب رقم تفرج عم الحاج يتواصل معاك ما بتعرفش دي حبيبي حبيبي عم الحاج انا بحييك والله انا بحييك عم الحاج نبدا راجل محترم طبعا عشان المكان من مكان رجاله اهو المنوفيه جوزنا قريه عرب ابو زكي صلوا معنا حق رجاله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله راح فين حبيبي عم العي على جزء بس كده يا عم انت على دماغنا يا عم انت على دماغنا على دماغنا دي بس مباشر يا بتاع سواك صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علي بسالم ما زعلش ناس دي عم سالم لا هم شارين بقى عم سالم عم سالم الناس بتوع كده دول ما دي بالله عليك ما تزعلهمش بالله عليك اللهم ما شاء الله تبارك الله كم دولة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اجل المانيا يا رجاله مش المانيا معلم سامي اقول لك خليط من العالي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عم الحاج بتاع جنا خادم ما شاء الله تبارك الله اهو يا رجاله اهو دي عجله بخير بخير عم الحاج بخير بكام بخير بكام صاحبها ايه صاحبها اجل معانا كمبيوتر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله كده يا عمر بخير بكام عم الحاج بكام بخير حق سالم حق سالم بخير بكام اشتري السهلية يا عم عبد اشتري فيها؟ اشتري فيها طب رد على التليفون عندي ومشتري باي تمام يا عقسام ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا عم طول بالك يا عم طول بالك يا عم طول بالك يا عم انت بتاعك يا عم عايزين نحاول عشان نحاول الفلوس دلوقتي عايز تحاول الفلوس يا عم ما مساك من الفلوس يا صاحبي عشان عم الحاج احمد قال لي روح شوف عبد ايوه يا عبد صلى على سيدنا النبي توكلت على الله زي ما قلت لك عبد قلت له كده ويوم الجمعه اللي تقول عليه انا كده خدت 10 من عندكم كله ماليش ولا حاجه تاني يوم الجمعه اخد اول بس بدي ابعت لحد البلد انا مش جاي تاني على فكره طب خد اربعه مع بعض لا انا هاخد عشان الفلوس اقسم بالله العرض الاولاني عشان ابعت لك هتاخد اثنين دول انت اه ده وده ما شاء الله تبارك الله لا معلم 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 37000 يا عم طب خليك صلي على سيدنا ما انت اخدت 10 من اول قال لي كده 10 والله 10 انا بقى مع عبد على اساس السلام في تحت مسار هو يلف ويرجع تاني ولا فوقي تاني وعينك فوقي تاني انت بتلف انت لفيت لا لا انت لفيت لا لفيت لفيت روح لمصالح تاني لفيت لفيت انت لفيت بس هو الله وكل ملا يا عم بتاع يا عم يا انت مش هو لف مش هو لا مش هو ملف لا لف ولا لف ولا ملفش انه انه الارخص يعني بما يرضي الله خارج عشان منضيف. لا لا منضيف لا انت لفيت ما جيناش عادنا ايه لما انت لفيت ما جيناش عادنا سبعه سبعه الفل يا عم خليك بما يرضي الله وخلاص ما شاء الله معلم سهل معاك ثلاث شباب ايه ثلاث شباب هدول بس عرض عليكم وهم بس ما خشيت على بس ما شاء الله معلم صالح حيني كده معلم صالح احنا انا بص بنحط معلم رقم الحاج انت بالك زعلان كده يا عم عجبنا كده الله يكرمك حاج ابراهيم صباح الفل يا معلم حاج انا عم من البحيره دي من البحيره لا مش من البحيره من البحيره يا معلم دي من عمرو انت مصور ابو همه ازاي الشيخ ايه اسم الشيخ ايه الشيخ ابراهيم ده ابو همه لا الشيخ سمير ايه العزاز لا 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 عم الشيخ سمير المحترم يا اخي ايه انت عم ايه انت محمود انت محموده عليه الصلاه والسلام عايز اي حد اي كميه موجوده عم عبده عايز بقى موجود عايز جاموس موجود
عايز جاموس طاري وارد موجود، عايز عوش موجود، اللي عايز تحت عوش موجود، اللي انتوا عايزينه. غباش عادي يا عم عبدو، حياه النبي محمد، حلفتك بالنبي محمد صلى الله عليه. صالح الله، حلفتك بالله في تعمل لك احمر كده، قلب احمر كده، قلب كده، قلب كده، حياه النبي محمد، واللي في خير ربنا يزيده، واللي في شر ربنا يرفع عنه. علي عبد السلام، انا في مصرعه كامله متكامله تمام، يعني هنبيعك هنبيعك ما تدورش، يعني انت ماشي كل بيديها هنبيع ولا مش هنبيع بيده ماشي، وماشي النبي تصلي على النبي وتعمل لك كده قلب احمر، وتسيب النبي يستر على التعليقات، قلب بلاش، واللي معاه صلاه سيد النبي عم عبد والكسبان، يعني بيده ماشي صلاه سيد النبي وقلب بلاش، واحنا هناخد ببلاش. ايه هو قلب بلاش واحنا هناخد ببلاش؟ خد ببلاش يا ريس، على الترابيزه الجايه تمام يا عم عبد، احنا هناخد ببلاش رجب، يعني الكره يا معاك في مصر نوتي موجود، هنبيع هنبيع، ما تلفش، يعني بيردوا ماشي برجله، ما تلفش ولا تدور، هنا في تلف البيور، ما تلفش ولا تدور، في تلف البيور، واللي صلى على النبي خش عند ناس دعم زاله، صلى على سيدنا عايز حق زاله محمد، اسمع ما تسمع بدار الغنام يا عم، عم السيد طبعا انت منين؟ على دماغنا الحاج احمد زعلك يا عمي، يا عم يا عم الحاج احمد صباح الفل، عامل ايه يا بركه؟ نورتنا على البث والله يا عم، ايه عايز المسؤول انت عايز يا عم؟ حبيبي يا عم الحاج بشكرك والله يا عم بشكرك، ايه ازيك عم السيد؟ ايه عم سلامة صباح الفل يا عمدة، صباح الفل يا عم سلامة، ايه عم ايه العيل العسل دي؟ الله وكيل انت عمدة والله، انت عمدة بس على السويس على الدنيا الحالة وعلى الأوضار الحاج محمد برضه بتاع بزار طيب محترم، بس العالم كله السويس طبعا هيك حق احمد، وانت انت 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 ايه انت برقه بتاعت مزرعه ايه؟ هتاخد تاخد كام عجل النهارده؟ 25 عجل، خدت 25 عجل، كم بارو كم جاموس؟ ماشي يا عمده، خليك انت يا عم، انت تعمل لي فكرك انت ايه الله